ونختم من مدينة إيموزار كندر بوسط جبال الأطلس، اختتم بها مهرجان 17 للشعر الذي كرم هذا العام الشاعر السوداني محمد الفيتوري الملقب بشاعر إفريقيا. روبورتاج مهدي الطاهري، تحرير داوود علوان. لكن روحي يا قرنفلات الحنين والشمس والبرتقال. هو احتفاء بالشعر واللغة العربية بمدينة إيموزار كندر، الدورة 17 من المهرجان الوطني للشعر، جسر يربط المغرب بإفريقيا، بعد اختيار إفريقيا في قلب الشعر شعارا للدورة، تكريسا لوعي ثقافي بين شعوب القارة السمراء. عندي ثلاث دواوين شعرية، الأول الباب ما قرعته غير الريح، والثاني عيناك والحلم جوازي للعبور، والثالث يا أنت يا أنت رهاني على المدى. هي ثلاث دواوين شعرية من شعر الحب. أعرب عن كامل الامتنان والعرفان للجنة المنظمة لهذا الملتقى الكبير على كرم الدعوة وتمكيني من الحضور للمشاركة في فعاليات هذا اللقاء إلى جانب أسماء شعرية. أسماء وازنة حضرت هذه الدورة التي نظمت تحت اسم الشاعر السوداني محمد الفيتوري، اختياره جاء تكريسا لثقافة الاعتراف. هذه الدورة تكتسي خاصية كبرى من حيث انفتاحها على القارة السمراء، وذلك اعتبارا للتوجه الدولة في هذا الصدد، كما أنها استطاعت أن تستضيف أسماء وازنة ولا حضور وازن على المستوى الشعري. سعيد جدا بهذا التكريم اللي كيجي بعد مسار أكثر من 30 سنة كله قديته بالإذاعة الوطنية وبالقناة الأولى في إنجاز مجموعة من البرامج ومجموعة من السهرات، وسعيد جدا بأن هذا التكريم جاء في هذه المنطقة هذه وفي هذه المدينة الصغيرة. لوحات فنية من أحيدوس حاضرة في ختام الدورة في حفل جمع بين الموسيقى التراثية والكلمة الموزونة.